وينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النقيب علاء الباشا الناطق الرسمي باسم لواء سيف الشام. نقيب علاء، مساء الخير، أهلا بك معنا. كيف يتم تجاوز هذه الصعوبات التي تحيط بالجيش الحر، وما هي آخر تحركات الجيش الحر على الأرض؟ أولا نذكر منبركم الكريم على استضافته لنا، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين. سيدتي الكريمة، يوم أمس كانت العمليات العسكرية في دمشق على أشدها. كان هناك اقتحام للجيش الأسدي منذ الصباح لمنطقة دارية والمعظمية والتضامن والحجار، ولكن عناصرنا المنتشرة في المكان منعتهم من التقدم ولله الحمد. في منطقة السيدة زينب كان هناك استهداف لناقلات الجند الأسدية من قبل كتيبة عباد الرحمن التابعة للواء سيف الشام، والحمد لله كانت العملية ناجحة بنسبة 99%. في الغوطة الشرقية كانت هناك عمليات لسرية المهام الخاصة برفقة الكتائب المنتشرة أيضا التابعة للواء سيف الشام وللألوية الأخرى، حيث تم استهداف الضباط المسؤولين عن الحملة الوحشية على الغوطة الشرقية وهم برتبة عقاقير فما فوق. الحمد لله نحرز تقدما ملموسا في عدة مناطق في دمشق بفضل الله وبفضل العزيمة التي يتحلى بها عناصر الجيش. طيب. الجيش الأسدي تفضلي سيدتي. نعم نقيب علاء، أود أن أسألك، سيطرة الجيش الحر على أماكن حساسة ومناطق كان مسيطر عليها يعني سابقا من قبل جيش النظام، إلى أي مدى هذا يحتاج إلى تنظيم وخطط مشتركة بين جميع فصائل وألوية الجيش الحر؟ سيدتي الكريمة، بالنسبة للوضع العسكري في مدينة دمشق، نحن عملنا على تنظيم هذه الوحدات العسكرية وهي باتباعها لألوية تابعة لمجالس عسكرية كي يتم التنظيم، وبنفس الوقت كي لا يكون هناك توغل للجيش الأسدي في صفوفنا. عناصر الجيش الحر تتوغل في أنحاء مدينة دمشق، يعني كل المتاريس التي نصبها النظام والتي يوهم نفسه بأنه محصن بها بقبضته الحديدية في مدينة دمشق لم تعد تنفع. طيب، ما هي خسائركم حتى الآن بعد هذه السيطرة، ويعني ما هي ما اغتنمتموه من هذه السيطرة؟ تمام سيدتي، الشيء الذي نخسره دائما هو أعداد الشهداء المدنيين، فالوضع الميداني يزداد صعوبة. لقد بدأ النظام بقصف. ألو. نعم أسمعك نقيب علاء، تفضل. لقد بدأ النظام القصف براجمات الصواريخ من جبل قاسيوم ومن مقر الفرقة الرابعة، يعني طول هذه السنوات وهذا النظام يوهمنا بالممانعة وبالمقاومة، وإلى الآن حتى عرفنا بأن ممانعته هي حدود سوريا، وعتاده الحربي هو لصد هجوم انتفاضة الشعب وليس دفاعا عن الشعب. أيضا نلاحظ بأنه أصبح ينصب المدافع الهاون في شوارع العاصمة على مرأى الجميع. إذن شكرا جزيلا للنقيب علاء الباشا الناطق الرسمي باسم لواء سيف الشام، حدثنا عبر الهاتف من دمشق. لم يستطع الأطفال السوريون الالتحاق بمدارسهم نتيجة القصف أو النزوح، فضلا عن معاناتهم من نقص المتطلبات الأساسية للحياة، معطيات جعلت من